أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. سكدي دبا قد يتولى ولا براء دبا لنا، ولا مسألة إلا مسألتنا الولاء والبراء اللي أصل عظيم تدبا قرآن ونصوص بتحت هالليت لسان عندي بلا لا 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 توجهنا ولسان عندي لتهاجي إن شاء الله نواصل ديباته. والله سبحانه وتعالى برضو ديبلها نواصل لنا حد أي سنة رب العالمين نهينا منا من قبي، يعني ديب شيء من شيء نهي وديني إلا يتقربوا إلا إدموا منا إلا كيتا إلا ريموا منا، وكذب لنا الله سبحانه وتعالى ومن حاجات وكذكر كلامنا منا وحاجة وكذب ودد دي بقنا إلا سنعد الله مرضاتنا يا ربي دي بقى أبوت الرسول صلى الله عليه وسلم الأبياء قلنا، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وجهنا دي بحديث بدحت ورب العالمين وبيانا قلنا، والرسول صلى الله عليه وسلم شرح قلنا، ورب العالمين اللي بل قل لسا بأسات كفوق لك بقوتو وميتو لمصيرهم وحتى كمسلي يودون بالأرواحاتهم ضروا رب العالمين بينا قلنا لأنهم في النهاية أرواحاتهم ضروا رب حتى يضروا. الله سبحانه وتعالى لبل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله سبحانه وتعالى يعني اللي دين اللي كل اللي عم تقلنا ولا آيات اللي كل اللي بيانا قلنا والرسول صلى الله عليه وسلم للأكا قلنا هتوت اللي قال لأنها لا ديما قلنا تبرأ منه كفار ودي بشرك وقال له كفر ذاته حقا ما قل له أقل يعني من الذي نقل له منعون حدو وتدي إنها وأتو والذي إنها وأبو والعزات ورفضو. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر بدينه من مشركين، والله سبحانه وتعالى دي بكينكم سالبطحة كمان إذنها بيو التدين وقل قاتل والتدين وقل يموت وقل قتل، عشان كده الله سبحانه وتعالى بيلا قل له مشركين وقل له كفار لأذيت لودو قل له دين وقل له دين للحاربه وقل له مسلمين للحاربه وقل له قل قاتل للحدو بيلا رب العالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، يعني الإنسان لسليما رب العالمين حغير الدبهم ورب العالمين للأبياء ورب العالمين لرافضة ورب العالمين لنكرة ورب العالمين لتعيبة ولا رب العالمين يتيدة ولا لبل كمسل حرامته وكمسل عباية عيب وعباية مكرهته قدام عيب ما لبل حرام يكون باللي يعني قنيرين بنا ضروري دول، لأن المؤمن يعني رضاه وقدبه تبع رضا الله وقدبه، لأنه الإنسان الإسلامي لرضا لنايو بردنا يا رب العالمين يقول لك بابه إذا عند لرده وقال روحته وقال مجتمعه وقال دينه رضا من قبي موافقة نايا كتاب وبنور نايا كتاب وبقبي نايا كتاب وبهدي وبشرح وبسنة وبتوجيه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قل لك بابه وقد بام من قبي وحرق من قبي وقل انتصر حدا من قبي كمان جلاب بدين وجلاب بعزت وجلاب بكرامة وبدين وكمسة كمسلة جين لفشليو انبال شفاق انبال اكيهيقيا انبال قلال قنق انبال بمنهجية يعني اكيهيقيا قاتال دابات عير اللي ينفع، لكن من علم ومسلسل علم وبتوجيه مدور قدب
ومدور ردي اللي كمان بموافقتنا يا كتاب وانا يا سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم اقول لك بابو دي بحياته واللي ملائنا لحياته انسان كلها مرتبطته كل حتيته سلسلته بردنا يا رب العالمين وباتباعنا يا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي تولد سك ميت وسك اللي تقبر وحقها كمان ان شاء الله دي بقى لتبعث يوم البعث مطعم من قبل كمان ان شاء الله لا اله الا الله لا محمد رسول الله دوابط با ويعني مسؤوليته وبلا قيس ويعني موفقته من رب العالمين وبقى اللي يقيس بو قلمي لا كل حياتنا يا انسان سليماي بطاعتنا يا رب العالمين مرتبطتها وضروريته بطاعتنا يا رب العالمين مرتبطتها قلت بقى وبقى يعني دائما بلاتا لا تتحرك بلاتا لا تنسي ولا تهيب بلاتا دي بلاتا لا تقيس قلت بابا قل مي الله سبحانه وتعالى لنا ان حياه الحياه والممات والنسك كل لله رب العالمين كل شيء رب العالمين قبل من قبي رب ذاته وفقنا دي بدينا والاخرى فالانسان يغضب لما يغضب الله احسن عندنا رب العالمين لا تقدم ورب لا رافده الا ما تقدم منا قلت بابا ورب العالمين أراد دبا قلت بك ولا كفر ولا شرك يعني بسليماي يعني لائق يكوني وسليماي يفتيه وسليماي يرد دبا وسليماي يترفع منه لأن عزيزته وأمرنا يا شرك أمركم سر خطيرته الله سبحانه وتعالى بيني قلنا دبا كتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى بلا أنا كل شيء ممكن أغفره رب العالمين كل شيء لا أغفره لكن لما ودونا يشرك مشكلة بدي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لما مهلا زلات الليل خطأ هلا نسيان هلا هفوات الليل غلط هلا مترس عود هلا عيب هلا كويت هالليل ملهي كوي هلا قوارك كيت هالليل مجتمع كوي هلا فهم مغلوط هلا اللي كله ممكن الله سبحانه وتعالى غفور لكن إشراك بودي بعبادته دي بوحدانيته إلا سان عد الله خطر بديبة لسليما يقدر تنبه منا بو إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.